نروح لموضوع تاني، وبكرة يمكن جمهور مهرجان العالمين على موعد مع حفل كبير جدا هيضم مجموعة من الفنانين المميزين، وهم مسار إجباري، سعاد ماسي، وكمان الفنان حمزة نمرة صاحب الشعبية الكبيرة جدا جدا. عايزة أقول لكم أن حمزة نمرة واحد من النجوم اللي أغانيهم بتحقق دايما مشاهدات ضخمة جدا على السوشيال ميديا، ولو هنتكلم على اليوتيوب بالتحديد فأغنيته اللي حققت نجاح كبير قوي الفترة اللي فاتت وهي فاضي شوية محققة أكتر من 300 مليون مشاهدة. طيب، بمناسبة الكلام عن حمزة نمرة، اسمحوا لي دلوقتي أرحب بفنان من اللي شاركوا في صناعة مسيرة حمزة نمرة، وهو الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب. يا مساء الفل عليك يا كريم. مساء الخير يا بسنت، ازيك؟ أهلا، عامل إيه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. يعني متحمس لحفل بيضم مسار إجباري وحمزة نمرة وسعاد ماسي، يمكن سعاد كمان بقالها فترة غايبة عن مصر. يعني الموضوع ضخم جدا وممتع بشكل لا تتخيلي. يعني انت بتتكلمي في ثلاث، مش هقول فقرات بقى، لا، ثلاث حفلات في حفله واحده. مجهود ضخم جدا من الشركه المتحده ان هي تعمل حاجه زي كده، ان هي تضم ثلاث اقطاب كبار في حفله واحده، والموضوع يبقى منظم بالحرفيه دي، وحاجه شيك قوي. حاجه، بصي، حاجه مشرفه جدا بصراحه. يعني انا موجود اوريدي، موضوع في منتهى الشياكة. انت متواجد في المهرجان بالظبط. انا متابع مع حمزه طبعا الجزء بتاعه في الحفله. فلا، الموضوع رهيب، الموضوع رهيب. انا بدعو كل الناس لو يلحقوا يجوا، يا ريت، هينبسطوا جدا جدا جدا. حاجه شيك قوي، حاجه مستوى اجنبي خالص. يعني حاجه احنا ما كناش واخدين على الشكل ده خالص، من الاحترافيه ومن التكنولوجي المستخدمه في الحاجات، والجو لطيف جدا والمدينه رائعه. لا بصي، هو مش عايز اقعد اشكر بس عشان ما يتقالش ان انا بزود الموضوع، بس هو كل حاجه معموله بيرفكت بصراحه. هو احنا شايفين ده بعينينا والله يا كريم. يعني صدقني الناس اللي بتتابع معانا وشايفه الشاشه وشايفين هناك ايه اللي بيحصل والفعاليات المختلفه كمان، حتى مش بس الحفلات، شايفين قد ايه الموضوع هناك مختلف. لو اتكلمنا عن حمزه نمره يا كريم بالتحديد، انا عايزه اعرف منك سر تميز حمزه. يعني النهارده جمهور حمزه نمره مختلف، اول ما بينزل اغنيه هو دايما بيحكي عن حاله انسانيه اكتر، سواء فاضي شويه، انسان، احلم معايا، وغيره وغيره. انواع الموسيقى اللي هو بيقدمها والكلمات اللي هو بيقدمها دايما فيها اختلاف، وسبحان الله بتنجح من اول ما بينزلها. سر ده ايه؟ بصي هقول لك على حاجه. انا بشتغل موزع موسيقي من سنه 2000 تقريبا، وليا نجاحات مع فنانين كتير جدا غير حمزه. يعني اشتغلت مع تامر حسني وفضل شاكر واصاله واليسا وصابر الرباعي، واشتغلت مع اكبر نجوم الوطن العربي. حمزه حالته منفرده. حالته منفرده في حته ايه؟ ان حمزه بيعرف يعمل بجد كل حاجه، بيعرف يلحن وبيعرف يالف وبيعرف يوزع، ومهندس صوت شاطر جدا. بعيدا بقى عن كل ده، هو حلو قوي في كل حاجه من دول. فده بيفرق معاه جدا كفنان. ليه؟ لان هو فاهم في شغل، فاهم في شغل فلان وفي شغل علان. فاللي بيحصل ان هو دايما هتلاقيه بياخد نتائج، احسن نتائج ممكنه، لان هو عارف هو محتاج ايه. زائد بقى ان هو فريد من نوعه كفنان، لان هو برضو هو لسه متمسك بحته الموسيقى اللطيفه المهذبه. بالظبط. يعني هتلاقي دايما لازم يكون في مسج في كل اغنيه. بالظبط. في قيمه في كل اغنيه. وده اولموست مش موجود دلوقتي. بس مش هقول مش موجود، بس يعني قليل قوي. هو كمان من الناس اللي ما بتحبش تستعرض قوي امكانياتها الغنائيه في اي اغنيه هو بيقدمها. انا بحس ان هو حابب يوصل فعلا زي ما انت قلت رساله معينه في اغنيته من غير اي فزلكه. يعني على قد الموضوع. هو بيعمل، هو شغال. وخلي بالك هو الموضوع مش في غنى بس، لا، يعني هتلاقي اللحن على قد الموضوع، هتلاقي الكلام على قد الموضوع، هتلاقي التوزيع على قد الموضوع. مفيش افوره في اي عنصر من العناصر، لازم كل العناصر تبقى على قد الفكر. وانا اعتقد هو ده سر تميزه، هو فاهم هو عايز نجاحه. ايه الاغاني اللي انتوا اتعاونتوا فيها مع بعض يا كريم؟ انا كنت اول ما اشتغلت معاه، كنت اعمل له البوم داري ما عدا اغنيتين مثلا، عامل البوم كله ما عدا اغنيتين بما فيهم داري. وكنت عامل في الالبوم اللي بعديه، كنت عامل فاضي شويه وكذا اغنيه ثانيه. انا للاسف بس مش متذكر قوي والله. اغاني حمزه نمره كلها حلوه، بس انا يعني دي اغاني بتاعتي المفضله لحمزه. داري دي خطيره، بحبها قوي.
وفاضي شويه طبعا. داري وعامل له فاضي شويه نشرب قهوه في حته بعيده. وكنت عامل له برده في الالبوم الجديد رياح الحياه برده كانت اغنيه لطيفه جدا انا بحبها قوي. عيطنا عليها احنا في الشتاء اللي فات. في الصيف اللي هي كانت نازله في الصيف. بس هي الشتاء اللي فات بالذات يعني هي نازله بقى لها شويه بس الشتاء اللي فات بالذات ابتدت تبقى على السوشيال ميديا. ابتدى على السوشيال ميديا الناس كلها تعمل لها شير وكلنا بقى عارف اللي هو كل الناس تقعد تكتب انا مش عارف انا زعلان ليه بس انا زعلان. هو ده حصل في داري برضه. يعني المهم احنا بس احنا عملنا حتى سيزون رمضان اللي فات كنا عاملين برضه تتر مسلسل سر الهي برضه دي كانت اغنيه لطيفه جدا جدا جدا. يعني بدعوا الناس اللي لو ما سمعوهاش يسمعوها برضه اغنيه حلوه قوي واغنيه مهمه جدا. ايه الاغاني طيب لو انت هتحرق لنا كده معلش حاجه من بكره اغنيه واحده بس يعني مش اغاني كتير حمزه بيجهز لها وحابب ان هو يعني يغنيها بكره ضمن الاغاني اللي هو يغنيها لجمهوره. كل اللي انا قلته ده حلو شفت اهو كويس. يعني كل الاغاني كل الاغاني اللي انا عاملها له هو هيغنيها. بس هو عموما يعني في حاجات كده بتبقى دي من الثوابت ده اللي هو داري وفاضي شويه وريح الحياه في يعني في كام اغنيه كده من الثوابت. يعني دايما هتلاقيه بيغنيهم في كل حفله في كل ايفنت حاجات اللي هي اللي الناس بتحبها منه يعني. وانت يعني اخر حاجه بقى اسالها لك عشان ما اعطلكش اكتر من كده قول لي لو الاعمال اللي جايه بينك وبين حمزه نمره هتكون ايه واعمالك اللي جايه بقى منفرده هتكون ايه؟ بصي انا الحمد لله السنه اللي فاتت انا كنت عامل او سيزون رمضان اللي فات انا كنت عامل نسخه تصويريه لمسلسل سر الهي. وكنت عامل جري الوحوش وكنت عامل موسيقى المداح برضو الحمد لله نجحت عملت فيها كويس. السنه اللي جايه او السيزون رمضان اللي جاي فيه تعاقدات على مسلسلات وفي احنا اليومين دول شغالين على البوم حمزه. برضو عامل له 4 أو 5 اغاني لسه ما استقرناش يعني. وفي شويه حاجات بقى سنجلز لفنانين تانيين بس يعني حاجات لسه مش مؤكده فمش حابب بس ابقى قلت وما يحصلش. خلاص لا بلاش بقولك على الحاجات اللي انا متاكد منها ان شاء الله بكره يعني الحفله هتكسر الدنيا احنا متاكدين لانه ثلاثه من اهم واكبر النجوم اللي ليهم يعني شعبيه معينه كده ليهم جمهور بيحبهم وبيحضر لهم وبيحب انه يشوفهم طول الوقت فاحنا بكره هننقل بلحظه بلحظه كل اللي بيحصل في الحفله دي. بنشكرك الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب شكرا جزيلا ليك.